السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة يا بنات هنعمل موديل مع بعض جميل جدا جدا وبسيط كمان. هو موديل يا بنات بصراحة كان ما كانش عليه نسبة مبيعات حلوة جدا في البداية، بس بعد ما عدلنا فيه بقى عليه نسبة مبيعات حلوة جدا، فحبيت اوريكم ونشارك مع بعض افكارنا. اول حاجة يا بنات هي الفيونكة دي، انا كنت مشترياها من على جروب من على الفيسبوك، كان عليها عرض اشتريتها. الفيونكة تقريبا كانت عاملة 1.5 جنيه في العرض، فاشتريت منها مجموعة بس كانت عجباني بصراحة. كنت مفكرة يعني ان انا لما اشتري المجموعة دي هيبقى مجرد ان انا مثلا احطها على توكة استك والزقها كده بالشبع مش اكتر، بس لقيتها ان بصراحة ما عليهاش نسبة مبيعات حلوة. هي كانت عليها فيونكة كده، كانت عليها الفيونكة دي بس انا شلتها، فكنت قايلة ان هيبقى عليها نسبة مبيعات حلوة وكده، فبصراحة ما كانش عليها نسبة مبيعات تكاد يعني كانت 10% تقريبا نسبة المبيعات بتاعتها، فدي ما تعتبرش نسبة عالية. طبعا بما اني اشتريتها وكده انا دايما بحب اشوف يعني الموديل اللي انا عملته حقق معايا مبيعات ولا لا. بصراحة بحدد يعني الموديل ده مدى نجاحه والاقبال عليه وكده، فهو موديل جميل جدا بس زي ما قلت لكم بالطريقه دي ما كانش عليه نسبه مبيعات حلوه، فاحنا هنجدد فيه النهارده ونحط عليه افكار بسيطه جدا هتخلي الموديل ده يبقى حلو جدا. عايزه اقول لك برضو على فكره، لما يبقى عندك موديل مثلا اشتريتيه جاهز زي كده او زي الاشكال دي مثلا بأي كانت احجامها وكده، لما تلاقي الموديلات دي مثلا ما عليهاش نسبة مبيعات حلوة وكده هترجعي تعملي حاجة. اول حاجة بقولك بلاش تعمليها على طوق، اعمليها على استك، لانك يعني بصي احنا بننافس احيانا الشغل الجاهز، فتبقى الحاجات دي موجودة مثلا في الشغل الجاهز بأسعار حلوة جدا رخيصة، لما تيجي انتي تعمليها فمش هتلاقي عليها نسبة مبيعات حلوة، فدايما الحاجات الجاهزة لازم تعدلي فيها عشان يبقى عليها نسبة مبيعات حلوة وكده. فاحنا هنعدل ان شاء الله في الفيونكة دي ونخلي عليها ان شاء الله نسبة مبيعات حلوة جدا. خليكم معايا لاخر الفيديو، طبعا ما تنسيش اللايك عشان تدعميني. ويلا خليكم معايا هنشوف احنا محتاجين ايه عشان نجدد موديل الفيونكة دي. اول حاجة يا بنات محتاجاها لتزيين الموديل ده، محتاجة اللي هو الستان اورجانزا لونه ابيض او اي لون ممكن تحبيه، او اي برضو نوع من انواع الستانات تقدري تعمليه بول يريحك، اختاري اللي يناسب معاكي. بس الستان الاورجانزا شكله شيك جدا. هجيب مسطرة وابدأ اقيس، عايزة مقاس 40 سنتي، عايزة قطعة مقاسها 40 سنتي، دي مسطرة 30، جيب عليها 10 تاني كده، فكده مقاس 40 سنتي. كده انا هقفل من البكرة برضو عشان ما تتفكش معايا، ومحتاجة ابرة وخيط برضو، حط الحاجات دي على جنب كده. هحتاج ولاعة كده علشان اعمل بيها الاطراف. هجيب الابرة والخيط معايا وابدا اخيط اللي هي السراجه العاديه جدا، بس حاولي وانتي شغاله بالابره كده حاولي يعني انك تبقى المسافات متساويه عشان يبقى شكل الورده، هيطلع شكل ورده في الاخر، شكل ورده معلش واخده برد وكده فالصوت شويه. كده انا خلصتها يا بنات، هبدأ من نفس القطعة اللي انا بدأت بيها، ببدأ من نفس المكان اللي هو بدأت فيه وابدأ ارجح كده في الخيط عشان تبقى ماكنة معايا وما تتفكش بعد كده مع الوقت وكده. بصوا بشدها وابدأ افتحها وارتب معايا اللي هي شكل الوردة وكده. حاولي بس تظبطيها انها كلها تبقى متساوية مع بعض كده، شكلها جميل جدا على فكرة يا بنات. هقص الخيط منها
دي اول حاجة محتاجة اعملها. بعد كده برضو يا بنات هستخدم برضو الابرة والخيط، هقعد بس الخيطة، هبدأ اجيب اللي هو التوكة والاستك، هبدأ اثبت، مش هشيل قطعة الستان دي ولا احط تحت منها شمع ولا اي حاجة لانها بيبقى شكلها مكلكع وكده. فابدأ استخدم الابرة والخيط علشان اخيط التوكة الاستك، هبدأ اخيطها كده، هخيطها خياطة، هتبقى هحاول الخياطة بتاعتك تكون مكنة وحلوة. وعلى فكرة الخياطة يا بنات مش هتبان ولا في التوكة الأستيك اهي زي ما انتوا شايفين، بصوا مش باينة خالص اهو، انا بخيط وهي مش باينة خالص، ممكن تبان شوية من قدام بس احنا هنحط عليها شكل وكده فما بقاش في حاجة معاكي باينة. بس انا بخيط كذا مرة عشان امكن الخياطة، ومنها برضو هيبقى توفير لكمية الشمع. انا شايفة ان الخياطة هنا افضل وتبقى التوكة امتن وكده من انا. واقفل الخيط كده، هقفله من قدام، خيطتها يا بنات شكلها جميل جدا، مش هتبان الخياطة فيها ما تقلقيش. هجيب مسدس الشمع وهقفل، احط حبة شمع صغيرين هنا بحيث ان هي الخياطة ما تبانش معايا خالص اهي، معذرة كده، بس كده مش باينة خالص، كده انا قفلت التوكة. بعد كده يا بنات هجيب قطعة من الجوخ، اي بواقي جوخ عندك، كل اللي محتاجاها قطعة بسيطة جدا، وهبدأ اقصها كده دايرة. بصوا قطعة كده مدورة، هبدأ اجيب برضو مسدس الشم واحطها هنا في النص كده، بصوا انا كده دوست عليها. بس على فكرة ما بدوس جامد، يعني في حد بيقول لي الشمع دايما لما بحطه على اي حاجة بيفصل، اللي هو بيخليه بيفصل وكده. يا بنات انك انتي بتدوسي جامد على الحاجة، انا بدوس بس دوسة كده خفيفة بسرعة بحيث ان الحاجة ما يبقاش فيه هوا وتثبت مكانها. بعد كده برضو هحط حبة شمع كده تاني على قطعة الجوخ اللي انا حطيتها، وهجيب الشكل معايا بس اظبطه كده برضو قبل ما احطه تاني. ده هعمله كده، هضمه كده احطه كده، لو في اي حاجة برضو بحاول اظبطها قبل ما الشمع معايا يطلع. وبقى دايسة بس زي ما قلت لكم دوسة بسيطة، مش ان انا ادوس على الشمع اخليه ينشف بسرعة، لان كمان الدنيا شتاء. بس المسدس اللي هو بتاع المصانع ده حلو جدا لشغل التوك، حتى في الشتاء شغله حلو بجد جدا، بنصح اي واحدة شغالة في شغل الهاند ميد ان هي بصراحة تشتريه. بصوا كده احنا ثبتناه وعملناه بشكل حلو. بقى هنيجي لمرحلة انا احط اي نوع من انواع الاسترخصات هنا، ممكن تحطي اي شكل من اشكال الاسترخصات. بصوا حاجة بسيطة غيرت لي كده شكل الفيونكة خالص وخلتها حاجة جديدة بجد في اللبس، شكلها روعة يعني، شكلها روعة بجد. ممكن اجيب حاجة زي كده واحطها كده في النص، بصوا بتديكي برضو شكل حلو جدا. ممكن اجيب كورة من كور البونبوني نفس مثلا الدرجة دي، بس كنت هجيب لكم كورة من كور البونبوني بنفس الدرجة دي، ممكن تحطيها، ممكن تحطي الأشكال دي كده، ممكن أحط الأشكال دي كده في النص، أي شكل موجود عندك. عندي أشكال تانية برضو، ممكن تجيبي وردة من الفوم كده وتحطيها اهو كده، تبقى شكلها برضو حلو.
يعني اختاري اللي انت عايزاه، اي شكل موجود عندك ممكن تقدري تحطيه. والستان الاورجانزا ده تقدري برضو تبدليه بستان عادي او ستان مضلع اللي موجود عندك اعمليه. بس انا شايفة بصراحة الستان اللي هو الاورجانزا ده ادى لشكل التوكة يعني شكل جمالي اكتر. ممكن نحط لها حاجة زي كده برضو، انا شايفة احط لها الشكل ده في النص. انتي بقى يعني لو ما عندكيش الاشكال دي موجودة حطي اي شكل تاني تقدري تعمليه، تقدري تنفذي التوكة دي بنفس الشكل، مش لازم على الفرو ده. ممكن كمان لو عندك ستان تقدري تعملي الشكل ده، تقدري تعملي بدل الفيونكة دي شكل تعملي فيونكة بالستان مثلا وتحطي لها برضو نفس الشكل بتاع الأورجانزا ده، وتحطي عليه شكل الاسترس أو الوردة الصغيرة دي. أي حاجة موجودة عندك تقدري تعمليها، وبجد شكل التوكة كده جميل جدا، وفي اللبس بجد شكلها روعة وعليها نسبة مبيعات. وبكده خلينا شكل التوكة اللي هي معليهاش نسبة مبيعات حلوة، بجد خلينا عليها نسبة مبيعات جميلة بحاجة بسيطة جدا، ما كلفتكيش ولا جهد ولا وقت ولا كلفتك خامة برضو، يعني احتبر ما كلفتنيش حتى جنيه زيادة. ممكن في الحالة دي هزود مثلا سعر التوكة، اخليها مثلا القطعة ب5 جنيه مش مشكلة، في سبيل ان حطيت لها حاجة خلتها شيك جدا. بصوا اهي انا عملت 2 نفس الشكل كده، في موجود منها الالوان دي، كنت جايبه منها الالوان دي برضو، لون جميل جدا. وفي برضو اللون ده منها، بجد يا بنات اشكالها جميله جدا وروعه. وحاليا لما حطينا لها الشكل البسيط ده عليها نسبه مبيعات حلوه جدا جدا. شكرا يا بنات لاستماعكم للفيديو لاخر الفيديو، لو وصلتي لاخر الفيديو حطي لي الحمد لله في التعليق بتاعك، وان شاء الله ان شاء الله نقابل بعض على خير ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.